بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام أينما كنتم في هذه الانطلاقات الجميلة وفي هذه العروض المميزة، هنا ينطلق مع أيضا أشواط الجعدان وضمن التحدي هذه الأشواط المشاركة في هذه الانطلاقة المميزة. نسير بكم مع المركز الأول ومع المقدمة هذا الشوط ومع الصدارة مع الفية العمرية من أيضا فية الحجايج المشاركة والمنطلقة في هذا الشوط. المركز الأول شاهين ناصر بن مسعود الدويكي مع الصدارة. المركز الثاني يتواجد هناك مع المركز الثاني من الجانب الآخر الحنيش خالد بن محمد المغيري مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم كفو حميد بن سالم المالكي على المركز الثالث، والمركز الرابع صايب أحمد بن مبارك الوهيبي على المركز الرابع مع صايب. المركز الخامس الوصول وهنا مع شاهين حارب بن صالح المحروقي اللي ينطلق في هذه اللحظات. أعود إلى المراكز الأولى المتقدمة هنا مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. الحنيش نحو المركز الأول اللي انطلق هناك مع الصدارة مع القيادة هذا الشوط. يا السلام من ينطلق هناك مع المركز الأول خالد بن محمد المغيري نحو المركز في هذا الشوط. المركز الثاني الوصول مع ثاني المراكز والتقدم أيضا هناك من قبل اللي يتواجد شاهين ناصر بن مسعود الدويكي، والمركز الثالث الواصل في هذه اللحظات صايب أحمد بن مبارك الوهيبي ينطلق مع صايب في هذه اللحظات. أعود إلى المركز الرابع المتدخل الآخر هناك مع هذه اللحظات والمشاركة والمنطلقة أيضا شاهين من يتواجد بشعار المحروقي حارب بن صالح المحروقي اللي ينطلق على المركز الرابع وخامس المراكز. المتواجد جبار راشد بن خويطر المالكي. هذه النتيجة. أعود إلى المركز الأول الحنيش وما أدراك من الحنيش المتقدم نحو المركز الأول إلى الصدارة هذا الشوط والمنطلق نحو الصدارة نحو المركز الأول. هنا بدأ يشارك وينطلق نحو المراكزنا المتقدمة بقيادة الحنيش خالد بن محمد المغيري نحو الصدارة هذا الشوط. المركز الثاني القادم شاهين ناصر بن مسعود الدويكي على المركز الثاني. المركز الثالث بشعار أيضا صايب أحمد بن مبارك الوهيبي، لكن الحنيش اللي تقدم. شوف القادم أيضا هناك شاهين حمود بن حمد الوهيبي المهندس أيضا في الأمتار الأخيرة، لكن الحنيش نحو المركز الأول انطلق نحو الناموس نحو التحدي الجميل والعرض المثير. خالد بن محمد المغيري ينتزع بجدارة هذا الشوط ومع التحدي الجميل المهندس يحاول في الأمتار الأخيرة، لكن الحنيش شاهين المهندس في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك شاهين حمود بن حمد الوهيبي. المركز الثاني الحنيش خالد بن حمد المغيري. المركز الثالث كان بشعار أحمد مبارك الوهيبي. 4 دقائق 31 58 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.